دعوة التلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وسفير من سفراء القرآن الكريم القارئ والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ شيخ عبد العزيز عكاشة. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين فليتفضل. الله حبيبي زي الصح ازيك بشمهندس ازي حضرتك ماشي حبيبي مساء الفل والله انا متخيل كده نعم يا سيدي يا رب الفتح حضرت النبي صلى الله عليه وسلم على بيت الكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا
قبضته يوم القيامة. نعم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه سبحانه سبحانك يا رب والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. يا سلام ضيفت عليك الله الله فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يا سلام.
الله يكرمك يا ابو الحاج. نعم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يا عيني. السلام. يا سلام. أبو الحنان كنت. نعم. حبيبي بارك فيك يا رب. دعواتك. دعواتك ربنا يكرمك. نكن وياك يا رب. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. الله عليك. الله عليك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الليلة بتاعت ربنا. صح يبارك فيك. يفتح عليك. اللهم يا رب. الله. الله أكبر. اشكر الله على صلاة النبي. وأشرقت الأرض بنور ربها. نعرف يا اخي واشرقت الارض بنور ربك. واشرقت الارض بنور ربك ووضع الكتاب. الله يبارك فيك. وجيء بالنبي. يا سلام يا عبد الحاج. الله يفتح عليك. يا حلاوة. قراءة طلعة من الجنة. وجيء بالنبي في الجنة. وجيء بالنبي. وجيء بالنبي. يا سلام. يا حلاوة. يا استاذ. حلاوة من اعوذ برب الفلق. حلاوة من نحسده.
وجيء بالنبي والشهداء وقضي بينهم يا نور النبي وحده لا إله إلا الله صل على النبي صل على النبي وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون يا مولانا يا سيدي يا سيدي يا صلاة النبي يا صلاة النبي وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب عم شيخ عبد العزيز والله بتكسر في الباص الله يبارك الماس خير ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بن نبيين حاضر النبي يا شيخ الجنب ده قاعد يسمعك حاضر الله يفتح عليك حاضر بسم الله وأشرقت الأرض بنور ربك يا نور النبي يا نور النبي وأشرقت الأرض بنور ربك ووضع الكتاب وجيء
النبي يا رب يا رب العالمين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم من يبارك فيك يا محمد. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. عظيم جدا ما شاء الله. الله يفتح عليك بركتك يا سيدنا. والله 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 العظيم يا شيخ طه ابو دخل الجنه شيخ عبد العزيز عكاشه بيعزف. قول يا سيدنا الله يفتح عليك ما شاء الله يا رجل حرم عليك ما شاء الله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. هي القراءة اللي بإخلاص بتبقى كده. الله يبارك لك يا مولانا. من كان لله دم. اللهم اجعلنا من الصالحين لله يا رب. قالوا بلى. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. سلم يا رب. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. سلم يا رب. نعم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم امين يا رب. وقالوا الحمد لله. أبدا الله. وقالوا الحمد لله. لخمتك حجة. خلاص والله. سلام عليكم طبتم. طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا. وقالوا الحمد لله. الحمد لله يا رب. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدك. الحمد لله يا رب. صدقنا وعده وأورثنا الأرض. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. الله يا فنان. يا سيدي. الشيخ عبد العزيز. لفت عليك. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين.
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطراوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبط وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. لقد عزف القارئ الكريم على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. عالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ شيخ عبد العزيز عكاشة في هذه الآيات البينات التي نقلت لحضراتكم ونعيشها معكم في ليلة الفجر الكريم رحمة الله عليه عم الحاج محمد نعمان، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمة القرآن الكريم. اللهم شفع فيه القرآن وشفع فيه الصيام وشفع فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، ونيابة عن القارئ الإذاعي مولانا الشيخ طه النعماني، أشكر كل من واسانا في هذا العزاء قائلين لكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. ما زال اللقاء موصولا مع حضراتكم، وما زلنا نعيش مع كتاب رب العالمين في ليلة نورانية، ليلة قرآنية، ليلة محمدية، ليلة ملائكية، لأن الملائكة